صباح الخير، ازيك يا مروج؟ صباح الورد، اهلا دكتور. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما. كيفك يا الهام؟ الحمد لله دكتورة، كيفك انت؟ صباح الهام الورد لك. صباح النور. دكتورة أغلبك، بالنسبة لموعد الامتحان أنا بفتح الموقع حتى أعرف موعد الامتحان، مش قابل يفتح معي موعد امتحان الصحة النفسية، فبدي أعرف الموعد. ثواني حبيبتي اشوف لي. طيب خليها ان شاء الله. انت على الجروب يا الهام صح؟ على الجروب دكتورة. مش هدور لك انا عندي، لان حاطه المواعيد على الامتحانات اوريدي، بس عشان ادور عليها لحسن رسائل كتير جت بعدين عشان ما اضيعش وقت المحاضره، واكتبها لكم على وانزلها لكم على الواتس للاحتياط إن شاء الله ان إن شاء شاء الله. الله. خلينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سامي الشير الأول. السكرين ظهر لكم، السلايدات ظهر صح؟ طيب خلينا نقول بسم الله. نفتكر مع بعض احنا كنا وقفنا فين في موضوعنا المحاضرة اللي فاتت. اتكلمنا عن الانكزايتي والفير تعريف الانكزايتي والفري فلوتنج انكزايتي، والتعريف الفير والاجيتيشن والتنشن والبانيك والامبيفالنس. قلنا ايه في الامبيفالنس بقى؟ بتكون في رغبتين عند الشخص بنفس الوقت ونفس لنفس الإشي، تجاه نفس الشيء في نفس الوقت. تمام. نفس الوقت. رغبتين متناقضتين، يعني لازم يكون الرغبتين عكس بعض. تمام. في هذه الحاله يستطيع الشخص القيام باي اكشن او الوصول لاي ديسيشن؟ لا طبعا، لانه مبني على اتخاذ قرار لازم يبقى رغبه واحده. تمام. لكن في حال الامبيفالنس، او في حال لما بيكون الشخص امبيفالنت وعنده الرغبتين المتناقضتين تجاه نفس الشيء في نفس الوقت، يعني لازم المعايير دي. طبعا في اللحظه الشخص لا يستطيع لا الوصول لقرار او اخذ قرار ولا القيام باي اكشن. طيب الابري اكشن قلنا معناها ايه؟ التفريغ العقلي او التخلص من محتويات العقل. تفريغ، تمام. التفريغ العقلي ده واحد من السايكو اناليتيك تكنيك بهدف يا تشخيصي يا علاجي. المقصود ان بيتم مساعده الشخص لاسترجاع او التخلص من المحتويات اللي عاده بين قوسين بينفول تمثل بينفول اكسبيرينس. وموجوده فين هذه الكونتنت؟ موجوده داخل الانكونشس. برافو، الانكونشس. طيب الشيم، انت اسمك ايه؟ اللي اتكلمت دلوقتي اسمه أميمة. أميمة. ماشي يا أميمة. أنا عايزة أشجعكم، صحيح قبل ما أنسى، زي بقية المساقات على المشاركة، علشان المشاركة بتدعمكم في ظروف ما. الشيم، اللي هيشارك يقولي اسمه. الشيم. الخزي دكتورة. مين اللي هيحكي؟ مين؟ الهام. مروج. اتفضلي يا مروج.
الهام وبعدين مبوش. يلا تفضلي. طيب الشيء اللي هي خيبة الأمل، زي ما أعطتينا مثال المحاضرة الماضية إنه مثلا أنا حاط توقعاتي في ابني إنه أو بنتي في امتحانات التوجيهي بس ما حصل المعدل، ما حققش التوقع ده. فأنا بشعر بخيبة الأمل أو الخجل أو زي ما حكيناها الخزي. الخزي، خلينا بقى واقفين ثواني إلهام لو سمحتي، خلينا واقفين على الترجمة الدقيقة ليها الخزي، لأن الخجل شوي اللي هو الناس تخجل، زي زمان كده بقولت بنتك كانت بتخجل، يعني ايه تلاقي وشها أحمر وبتتلجلج مش قادرة تتكلم كلمتين على بعض لما تتحط في موقف معين. خيبة الأمل ترجمتها disappointment. فخلينا نقول الشين الخزي، تمام، اللي بيشعر به الشخص حينما يفشل، حينما يفشل في تحقيق توقعات غيره فيه. طيب المروج، الجلت يا مروج؟ الجلت هو الشعور بالذنب، طبعا هو شعور محمود دكتورة، لأنه أصلا بيميز الشخص أنه ما بيرجع يعمل أخطاء. تمام. الشخص بيشعر بالذنب لما يعمل خطأ. تمام، يبقى في الوضع الطبيعي إحساسنا بالذنب ده يعني ده نوع من العاطفة أو الانفعال بنمر بيه أو الشعور بنمر بيه، ولكن الشعور ده في الوضع الطبيعي ثانوي لارتكابنا لخطأ ما. تمام؟ الغير طبيعي بقى ان الشخص يبقى عنده الجلت فيلينج او ديليوجن اوف جلت وهو لم يقترف او لم يرتكب اي ذنب، لكن الوضع الطبيعي ان نكون بارتكاب اخطاء نشعر بالذنب حتى يكون ردع لينا لعدم تكرار مثل هذه الاخطاء مره اخرى. تمام لغايه هنا كويس. بنكمل الفيسيولوجيكال ديستربنس اسوشيتد ويز مود، هنتكلم عن بعض الاعراض او الخلل أو الأعراض أو الاضطرابات البدنية اللي مرتبطة بالخلل في المزاج أو الحالة المزاجية، تمام؟ وتحديداً بين قوسين ما يعرف بالسوماتيك ساينس associated with depression، يعني تحديداً هنتكلم عن حالات الاكتئاب أو الدبريشن أو الدبريسيف ديس أوردر ومرضى الاكتئاب، إيه الأعراض البدنية؟ إيه الأعراض السوماتيك اللي هيمر بيها؟ هو صحيح الاكتئاب يصنف على انه احدى الاضطرابات النفسيه، ولكن ده مش معناه ان المريض لا يعاني من اعراض بدنيه، بالعكس ده يمكن بدايه المشكله تتمثل في شكوى المريض من اعراض بدنيه معينه، عنده مشكله في الاكل، عنده مشكله في النوم، عنده مشكله في اهتمامه بمظهره، يعني مشاكل بدنيه بالرغم من اني الديس اوردر في الاصل مرض او اضطراب نفسي، رغم ان المشكله تتمثل في مرض او اضطراب نفسي. طيب تاني، ايه هي السوماتيك ساينس في حال الدبريشن؟ هنبتدي ناخد اريا كده، بدايه من الابيتايت، شهيه الايه المريض، مريض اللي عنده دبريشن شهيته شكلها ايه. هنلاقي في بعض المشكلات المريض أو في بعض الأحوال المريض يعاني من مشكلة معينة أو عكسها على مستوى الأبيتايت، هيبقى فيه lack of appetite أو ما يعرف به الأنوركسي اللي هو loss أو lack أو decrease in appetite. تمام، في خلل فين هنا عندي أو شكل الخلل إيه؟ هو نقص في الشهية. طيب قد يصل إن هذا النقص الحد refraining from eating، يعني ايه refraining from eating؟ انه يصل الشخص الامتناع تمام، الامتناع التام عن الطعام، اللي هو بين قوسين food refusal، رفض للايه او اضراب، بلاش نقول اضراب لان ده شيء يعني برغبة الشخص، لكن خلينا نقول رفض للطعام او الامتناع عن الطعام. أنا أعرف القصة دي إزاي؟ في العادي وأنا بعمل assessment للمريض عشان أعرف هو عنده مشكلة ولا عنده إيه بالظبط، وأنا بعمل assessment للمريض بسأله عن شهيته وعدد الوجبات اللي بيأكلها أو بيتناولها يومياً، اللي هو بين قوسين الشيء المعتاد عليه، لأن إحنا كبشر مالناش معيار واحد، يعني ما نقدرش نقول إن بني البشر يومياً لازم ياخدوا كلهم كم معين من السعرات الحرارية متقسم على عدد معين من الوجبات، والوجبات دي بتمثل كم معين من الأكل، لا إحنا مش زي بعض، تمام؟ كل واحد فينا إيه؟ بيختلف عن الآخر.
في حد بياكل وجبتين وده كويس قوي بالنسبه له في اليوم، في حد بياكل 6، ينفعش اقارن ابو وجبتين بابو 6، تمام؟ لان كل واحد ايه له شيء بيعتاد عليه او نظام بيعتاد عليه. اذا امتى انا اعرف ان في مشكله؟ اعرف ان في مشكله لما يكون في تغيير في نظام الشخص. يعني هو دلوقتي الوضع اللي هو عليه حاليا مختلف عن المعتاد بالنسبه له، ماشي الكلام؟ الوضع دلوقتي وانا بقيم المريض في المنطقه دي تحديدا مختلف عن الشيء المعتاد عليه او النظام اللي معتاد عليه. المريض بياكل 6 وجبات، جيت لقيته نفس المريض بياكل وجبتين، في مشكله؟ يبقى هو في مشكله ولا لا؟ في مشكله، في مشكله. ليه؟ لان انا قارنته بنفسه مش بي انا او بغيري، تمام؟ قارنته بنفسه. طيب يبقى اذا من المشكلات او من السوماتيك ساينس اللي موجوده بين مرضى الدبريشن او حالات الدبريشن، اللي هي اول مشكله عندي على مستوى الابيتايت بتتمثل في loss of appetite او reduction in appetite، وقد تصل في بعض الاحوال، وبعض الاحوال هنا المقصود حالات السيفير ديبريشن او الميجور او ما يعرف بالميجور او الاكستريم ديبريشن، قد تصل لحد الفود ريفيوزر. طيب مريض الاكتئاب، هذا النوع من الديبريشن تحديدا اللي هو ما يعرف بالميجور ديبريسيف ديس اوردر، لما يفقد الطعام تفسيره ليه ما يكون له نفس دكتوره ياكل او تفكيره ما يشتت؟ هو عنوانه ايه؟ عنوان المريض ده ايه؟ حاله من الحزن الغير طبيعي، مش احنا قلناها قبل كده سايكوباثولوجيكال فيلينج اوف سادنس او جريت اوف سادنس. الحزن اللي هو ايه؟ نضرب في 200 300 400 ضعف او كم اي حد ممكن يمر مننا بحزن معين، تمام؟ طيب مع الحزن ده فيه مشكلات اخرى، مش كده؟ في حاله من الايه؟ الهيلبلسنس والهوبلسنس والورثلسنس والميننجلس، يعني الشخص مش بس لا يعاني حزنا بهذا الشكل او بهذا القدر اللي بيتسبب له بالسايكولوجيكال بين، ده كمان مش مقبل على الحياه. طب احنا في العادي بناكل ليه؟ عشان نعيش، حتى نقوم بالانشطه اليوميه عشان نعيش، صح؟ احنا في مقوله كده بنقول ايه؟ احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل، صح كده؟ المقوله الدارجه بيننا. طيب اذا احنا تناولنا للطعام ده ايه؟ والميه والنفس دي من الايه؟ المتطلبات الاساسيه علشان نفضل احياء. طيب مريض في حاله السيفير ديبريشن هو ما غير مقبل على الحياه، ما عندوش الموتيفيشن ان هو يستمر في الحياه، شايف ان الحياه لا معنى لها، تمام؟ هياكل ليه؟ يبقى هنا امتناع عن الطعام ده بين قوسين اليه، يعد اليه لايه؟ للتخلص من حياته، أو وسيلة للتخلص من حياته. فإحنا في الجزئية دي لازم نحذر التالي، لازم ناخد بالنا من التالي، إن أنا ما أقولش للمريض لو فضلت مستمر على أو لو استمريت على الانقطاع أو الامتناع أو الابتعاد عن الطعام هتموت. ما هو عايز كده، مش هو عايز كده؟ دي رغبته؟ طيب يبقى أنا بأكد له إيه؟ بأكد له إن الوسيلة اللي بيتبعها دي فاليد. احنا المهم بالنسبه لنا ان يوصل له الادكويت فود انتيك باي شكل. اذا دي مشكله. عكس الانوركسيا ايه؟ هايبرفيجيا، اللي هو ايه بقى عكسها؟ اللي هو زياده في الشهيه وزياده في كم الاكل اللي بيتم تناوله. يبقى الانكريز هنا على مستوى الابيتايت، ما هو انا عندي مستويات الابيتايت، يا بور ابيتايت اللي هي اللاك اوف ابيتايت، يا اما ويل ابيتايت. انا ما بديش جادجمنت معين، يعني انا ما بقولش بور وجود وفيري جود واكسلنت والكلام من ده، لا احنا بنوصف يا اما بور ابيتايت فود ريفيوزر او بور ابيتايت او لاك اوف ابيتايت او ويل ابيتايت. والويل ابيتايت هنا مقصود بيها اللي هو الشيء او نظام اليوجوال بالنسبه للشخص، و انكريزن اللي هي الهايبرفيجيا او البوليفيجيا اللي هي معناها ايه؟ زياده في الشهيه وزياده في كم الانتيك، الانتيك اللي بياكله، الانتيك اوف فود، كميه الطعام اللي بياكلها الشخص ازيد من المعتاد. كل مشكله لازم اقارن تاني، باكد اهو، بقارن الوضع الحالي بالمعتاد بالنسبه لنفس الشخص،
بالنسبة لنفس الشخص، مش بقارن الشخص بشخص آخر. خلاص، اللي متعود إن هو ياكل وجبتين بقوا ستة، يبقى ده إيه؟ ده هنا عنده مشكلة، صح كده؟ لأن هو المعتاد بالنسبة له مختلف عن الوضع الحالي من حيث الكم أو عدد الوجبات اللي بيتناولها. دي إيه؟ ده بالنسبة لي مشكلة الأبيتايت. طيب السليب، النوم، ماله المشاكل اللي هتحصل في السليب لدى مرضى الدبريشن؟ في عندي ما يعرف بيه الأرق، الإنسوميا، الأرق، تمام، الأرق، قلة النوم، قلة عدد ساعات النوم، lack or diminished ability to sleep، يعني نقص في عدد ساعات النوم أو عدم القدرة على أن المريض يدخل في النوم كالمعتاد. برضو نفس القصة بالنسبة للسليب. أما باجي أدور أو أقيم الجزئية دي برضو نفس الوضع، بعرف الشيء المعتاد، الشيء اليوجوال بالنسبة للشخص، ولو في تغيير. طيب هيجي أنا من خلال تقييمي عرفت أنه الشخص بيعتاد ينام 8 ساعات مثلا، 8، خلاص؟ يعني إحنا كلنا بننام 8 ساعات، هو بنقول الأفريج، لكن في ناس بتنام 4 على مستوى اليوم، كم الساعات على مستوى اليوم، في ناس بتنام 4 وكويس قوي بالنسبة لها، يعني بتقوم كلها طاقة وحيوية وفرش وتأدي الأعمال والمهام اليومية بشكل حلو قوي، وفي ناس بتنام 10. هل ينفع أقارن أربع ساعات بعشرة؟ لا، نفس القصة. فإذا طيب إذا أنا لما ألاقي المريض بينام بيعتاد إنه هو أو الشيء المعتاد بالنسبة له على كم الساعات النوم اليومية، الساعات اليومية بقى المقصود بها إيه؟ إن مش بس ساعات الليل، في ناس عندها عادة نوم القيلولة اللي هو النوم الفترة اللي هي في نص النهار، تمام؟ ده شيء عادة بالنسبة لها، ترجع من دراستها ولا من شغلها بتنام لها ساعتين ولا حاجة بعد الغداء، تمام؟ طيب يبقى عدد الساعات اليومية مثلا ساعتين بالنهار وستة أو تمانية بالليل، فأصبح التوتال 10 ساعات يومية. أبو 10 ساعات يوميا ده جيت في وقت وأنا بقيم النوم عنده أو عدد ساعتها لقيتها 3 أو 4، يبقى هنا عندي في مشكلة ولا مفيش؟ في مشكلة، تمام؟ لأن الوضع اختلف. ده دي مشكلة الإنسومنيا. طيب هل أنا حدد المشكلة وقف عند كده؟ لا، ده المهم كمان داخل المشكلة دي أحدد نوعها إيه، يعني الإنسومنيا دي شكلها إيه، مستواها إيه. في عندي ما يعرف بالإنيشيال وفي الميدل وفي التيرمينال. الإنيشيال إنسومنيا اللي هي من اسمها بداية أو الصعوبة في النوم، حلو، يبقى الصعوبة في دخول الشخص للنوم، difficulty in falling asleep. يبقى إذا ده يستوجب علينا إيه؟ إن أنا لما أجي أسأل المريض يبقى سؤالي دقيق عن النوم أو عن عدد ساعات النوم، ما أقولهوش أنت دخلت سريرك أو غرفة نومك إمتى وصحيت أو خرجت منه أو خرجت من قمت من على السرير إمتى، ما ينفعش وأحسب على أساسها عدد ساعات النوم. لا، اللي عنده initial insomnia هو هيدخل ينام الساعة 9 بالليل، لكن فعلياً هيدخل في النوم إمتى؟ هو دخل سريره 9، لكن هيدخل في النوم الساعة 11، يبقى أنا أحسب من 9 ولا من 11؟ من 11. يبقى أنا سؤالي عشان يكون دقيق ويديني إجابة سليمة لازم أقول له أنت نمت الساعة كام، مش دخلت سريرك الساعة كام، نمت الساعة كام وصحيت الساعة كام. يبقى إذا صاحب الانيشيال انسوميا هو عنده، أو الشخص اللي عنده انيشيال انسوميا هو عنده مشكلة في الدخول في النوم. في مستوى تاني الميدل، difficulty in sleeping through the night without waking up and difficulty in going back to sleep. يعني ايه بقى الميدل انسومنيا دي؟ معناها ان الشخص وجد صعوبة في انه ينام. وبعدين يعني مثلا خلينا نستخدم مثال انه دخل غرفة نومه الساعة 9 او دخل سريره الساعة 9، ما نامش على طول من اللحظة، خد وقت عباد ما دخل في النوم، نام على 10 او 11، تمام؟ صحي الساعة 2-3 بالليل، هل ده الوقت اللي حيقوم فيه؟ لا، دي الميدل انسومني بقى، ده الميدل انسومني، تمام؟ قلق في الوقت ده.
بقى عنده صعوبة أخرى في إنه يدخل في النوم مرة تانية عشان يكمل بقية ساعات نومه. تمام كده؟ يبقى الميدل في صعوبة في الدخول في النوم من البداية، وبعدين الاستيقاظ في وقت آخر، وصعوبة أخرى علشان يكمل بقية ساعات نومه. لغاية هنا كويس؟ دكتورة. طيب ايه قصه بقى التيرمينال انسومنيا؟ التيرمينال انسومنيا ايرلي مورنينج اويكنينج، يعني ايه؟ يعني الشخص بيصحى بدري تمام عن الميعاد المعتاد عليه. تاني، الشخص بيستيقظ من نومه مبكرا عن الموعد المعتاد عليه. يعني ايه؟ يعني جدلا الشخص بيصحى الساعه 8 اللي هو العادي بالنسبه له، الساعه ايه؟ 8 الصبح. خلاص كده؟ تمام؟ طيب تمام. لقيته وأنا بقيمه في وقت معين بيقول لي أنا صحيت الساعة 4 أو 5 الفجر، يبقى عنده مشكلة ولا ما عندوش؟ عنده مشكلة. على الرغم إن في، على فكرة، في ناس عادية كتير قوي بتصحى الساعة 4 وبتبتدي حياتها وده شغلها، يعني تصحى تصلي الفجر وتبتدي يوم. بس أنا ما بقارنش الشخص زي ما احنا اتفقنا بغيره، انا بقارن وضعه الحالي بما هو معتاد بالنسبه له. طب هو بيعتاد بيصحى 8، لما يصحى لي 4 5، وعنوان هذا المريض انه عنده او الدياجنوزس عنده سيفير ديبريشن، ده يديني رساله ولا ما يدينيش؟ يوصل لي رساله ولا لا؟ طبعا بيوصل. حلو. احنا تقييمنا لكل جزئيه من اللي انا بقولها دلوقتي يعد مفتاح او دلاله للوصول بالتشخيص النهائي للمريض. مريض السيفير ديبريشن لما الاقي عنده تحديدا، حطه تحت التيرمينال انسوميا اندرلاين كذا اندرلاين، الاقي عنده التيرمينال انسوميا، خلاص يبقى هنا ده دلاله او واحد من الورنينج ساينز، واحد من العلامات التحذيريه اللي هي تديني انتباه. انتباه لايه؟ ان المريض لما يصحى في التوقيت ده تمام، ده معناه انه وسط طبعا او مع نتائج لتقييم اخر، انه عنده افكار واتجاهات وميول انتحاريه، وفي العاده انسب اوقات تنفيذ اي مخطط هو الوقت الصبح بدري، او وقت الصبح بدري وقت الفجريه، او اوقات تغيير الشفتات والاستاف ملهي ومشغول بالاستلام والتسليم. فالمريض مريض الدبريشن بيستنهز اي فرصه لتنفيذ ايه؟ مخططه. تمام كده؟ يبقى اذا التيرمينال انسوميا بالنسبه لمريض السيفير دبريشن او حالات الدبريشن لازم اقف عندها، لازم اقف عندها وسط دلالات اخرى ان هي علامه حمراء، علامه تحذيريه بتقول لنا ايه؟ ان ننتبه ان المريض لما بيقلق في التوقيت ده معناه انه ده الوقت المريض بتاعنا ذكي جدا، الاي كيو بتاعه عالي جدا، ممكن اعلى من الاستاف اللي بيعالجه. وبالتالي لما يبقى عارف انه عنده خطه معينه هيحكمها صح، هيفبركها صح، هيشوف الخطه دي هتتنفذ ازاي، الوسيله اللي هيستخدمها للانتحار، واي لان وقت المناسب لتنفيذ مخطط. تمام؟ لانه عنده انتنشن. مريض الدبريشن اللي مقبل على السويسايد الانتحار عنده انتنشن. يعني ايه عنده انتنشن؟ مشدود. يعني انتنشن يعني قصد. يعني انت عارفين لما نيجي نقول ايه؟ بنقصد عمل شيء. لما بتقصد او عندك النيه لعمل شيء انت ما بتهزرش، انت بتكون جاد، مش كده؟ بتتعامل مع الامور بجديه شديده. فالمريض مريض الدبريشن اللي عنده اتجاهات انتحاريه بيفكر في السويسايد في الانتحار، هو جاد في تفكيره، والتفكير والاتجاه لما يتحول لمخطط بيعرف كويس قوي تفاصيل الخطة اللي بيحطها، ازاي هينفذها، من خلال ايه الطريقة اللي هيستخدمها، بلس ايه الوقت المناسب. لغاية دلوقتي في مشكلة؟ لا تمام. الامور تمام. طيب دي مشكلة الايه؟ الانسوميا ومستوياتها المختلفة. عكس الانسوميا هيكون ايه؟ فرط النوم، زيادة في النوم. هايبرسوميا نفس القصة، اكسسيف سليب نفس القصة. المريض بيقول لي انا بنام الكافي بالنسبة له او الوضع المعتاد عليه 8 ساعات. تمام؟ اما في وقت اخر الاقيه بيقول لي انا بنام 14 15 ساعة في اليوم. يبقى في اختلاف ولا ما فيش؟
في اختلاف. الاختلاف ده هنا إشارة إن عدد ساعات النوم بقت أزيد من المعتاد. تمام كده؟ طيب. ده بالنسبة لي كلامنا عن من ضمن السوماتيك ساينس في حالات الدبريشن، كلامنا عن الأبيتايت والسليب. طيب جزئية أخرى أو أرية أخرى الليبيدو اللي هي السكشوال ديزاير، عفوا الغريزة الجنسية، مالها في حالات الدبريشن بتقل؟ لا فاكرين الأنهيدونيا اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت؟ آه دكتورة. الأنهيدونيا اللي هي معناها؟ اللي هو بكون فاقد إنه بدوش يعيش يعني. انعدام المتعة. متعة. ترجمتها أنهيدونيا يعني اعملوها كده بإشارة كأني بقول الدنيا دي فيها إيه يعني ملهاش لازمة أو ملهاش طعم. أنهيدونيا كأنني بالضبط بقولها بالبلدي كده دنيا ملهاش طعم. يعني إيه ملهاش طعم؟ يعني انعدام المتعة. يعني الشخص بيفتقد الاهتمام ومزود أي نشاط يبسطه. طب السكشوال ديزاير، مريض اللي عنده سايكوباثولوجيكال فيلينج أوف سادنس، جريت سادنس، هيبقى مقبل على مزاولة أي نشاط يبسطه أو نشاط ترويحي ترفيهي لغرض المتعة؟ لا. على مستوى الليبيدو، على مستوى السكشوال ديزاير وانترست وبرفورمانس بيقل بين مرضى الدبريشن، وبيزيد الليبيدو السكشوال ديزاير اللي هي الرغبه الجنسيه بتزيد لدى المرضى المانيا اللي هو مرضى الهوس. الهوس. طيب المشكله اخرى على مستوى الجي اي تي تحديدا في الاليمينيشن او الديفيكيشن في الكونستيبيشن. الكونستيبيشن انابيليتي اور ديفيكالتي ان ديفيكيتي. برضو نفس الكلام، باجي أعمل assessment لعملية الإليمينيشن سواء كان على مستوى اليورينيشن أو الديفيكيشن. خلينا نتكلم عن الديفيكيشن. هل إحنا الباول الحابت بالنسبة لنا كلها واحدة؟ لا بتتغير تشابه يعني؟ لا، كل شخص هو إيه؟ وله باول هابت خاصة بيه، مش كده؟ في ناس بتعتاد إن هي تعمل ديفيكيشن مثلاً once daily، في ناس اكتر من مرة، في ناس كل يومين مرة. تمام؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الباول هابت لدى الشخص. اذا لما اجي اعرف ان المريض العادي بالنسبة له بالنسبة للفريكوانسي اوف ديفيكيشن انه وانس دي، وجيت لقيته بيقول لي انا ليا 3 4 ايام ما عملتش ديفيكيشن، يبقى في مشكلة ولا ما فيش؟ في مشكلة لأن نظامه تغير، مش كده؟ لكن لو مريض عندي، مريض تاني العادة بالنسبة له أو العادي بالنسبة له بيعمل كل يومين ويجي يقول لي أنا بقالي 3 أيام ما عملتش، مش مشكلة لأن هو إيه؟ يومين من الثلاثة فرقها بسيط، صح كده؟ فإذا الكونستيبيشن. طيب خلينا نحلل المشكلة أكتر عشان نعرف إزاي نتعامل معي. إيه سبب؟ إيه المبرر أو إيه السبب لوجود مشكلة زي الكونستيبيشن بين مرضى الدبريشن؟ ممكن يكون لأن أصلاً ما بيأكلوا. برافو. بدايةً لازم نحلل إيه جذور المشكلة أو المشكلة من جذورها. طيب هو أنا عندي زي ما بقول ما بني على باطل فهو باطل. هو عنده أصلاً من الأول loss of appetite، صح كده؟ loss of appetite أو البور appetite اللي هي appetite قد تصل في حالات معينة لفود refusal، يعني ما فيش intake أو intake إيه ضعيف جداً. قليل. ده هيأثر على بقية البروسيس الأخرى، على عملية الديجيشن وأبسوربشن، وإلى أن تصل ليه الإليمينيشن هتبقى فيها الكونستيبيشن. ده سبب. ممكن يكون إيه تاني من الأسباب بالنسبة لمرضى الدبريشن؟ إيه سبب النوم؟ طيب لو ما نقول النوم، لو أخدناها في حال عدد ساعات النوم زيادة، يعني معناها إيه؟ يعني معناها إنه ما بيتحركش كتير. يبقى خلينا نقول بلاش، يبقى خلينا بالضبط، يبقى خلينا نقول على مستوى الاكتيفيتي هو اندر اكتف. الشيء الملاحظ على مستوى النشاط الحركي ان المريض في بطء او في تدهور او في نقص، عفوا في نقص في النشاط الحركي. تمام. ممكن يكون ايه سبب تاني؟ طبيعه الاكل دكتوره. طبيعه الاكل، يبقى كميته ونوعه، ها، والمستوى والنشاط الحركي اللي بيأثر على الجاستريك موتيليتي. ايه كمان حاجه من عندي بقى؟ السايد افكت لبعض الميديكيشن، وبالاخص يمكن السايكوتروبيك ميديكيشن. السايكوتروبيك ميديكيشن المقصود بيها اللي هي الميديكيشن اللي بتستخدم تو تريت السايكاتريك ديسوردر، ده عنوان رئيسي. سايكوتروبيك ميديكيشن هي ادويه الايه، الامراض النفسيه، مالها فيها مجموعات كتيره قوي بتتشابه في سايد افكت بين كل المجموعات، اللي منها على مستوى الجاسترو انتستينال تراك بتعمل دراي ماوس وبتعمل كونستيبيشن.
دكتورة ممكن البيئة اللي حواليه تأثر برضه إلها دور صح؟ إزاي يعني؟ مش منشطة يعني؟ يعني ممكن يعني البيئة إلها برضه دور، الأشخاص اللي حواليه إلهم تأثير عليه بهذا الإشي بكون لا يعني، يعني قول لي إيه علاقته بالكونستيبيشن؟ إنها تبقى مش بيئة محفزة على النشاط الحركي؟ يعني آه ممكن. خلاص يبقى احنا وصلنا لتفسير الكونستيبيشن او سبب حدوث الكونستيبيشن، يا اما مشاكل في الابيتايت، يا اما مشاكل في الحركه، يا اما نتاج السايد افكت للميديكيشن اللي بياخدها المريض. على كل الاحوال، على كل الاحوال تعاملنا مع مثل هذه المشكلات يكون باولويه. يعني ايه باولويه؟ يعني ما ينفعش اسيب المريض اللي عنده كونستيبيشن، ان دي حالات حصلت بالفعل عندنا مره في احدى المستشفيات النفسيه، عندنا مركز للدكتور احمد عكاشه في مصر، للاسف مريض توفاه الله نتيجه ان الكونستيبيشن استمرت معاه لفتره طويله، وكان في استهتار بيها او استخفاف بيها. الكونستيبيشن احنا بنشوفها ان هي مشكلة عابرة او مشكلة ملهاش اولوية، لا، ممكن ضمن مشكلات اخرى لما بنظمها او برتبها طبقا للاولويات تبقى الكونستيبيشن دي نمبر 1. ليه؟ لانك هتؤدي لي كومبليكيشن اخرى، تمام؟ فلازم نتعامل معاها ايه؟ نتعامل معاها على انها ضمن الاولويات. طيب هنا هنبتدي نتكلم عن الموتور بيهيفير. الموتور بيهيفير هنا ده المقصود بيه ايه بقى؟ السلوك الايه؟ الحركي، ما له علاقه بالحركه. عندي في الحركه او على مستوى الحركه بالنسبه للمريض في عندي مشكله اسمها ايكوبراكسيا. يعني ايه ايكوبراكسيا؟ صدى، ايكو يعني صدى مش كده؟ براكسيا حركه. فالايكوبراكسيا على بعضها يعني صدى الحركه. تقليد المرض. نعم، تقليد، تمام. باثولوجيكال ايميتيشن هو تقليد مرضي of movement of one person by another. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي عنده ايكوبراكسيا بيشوف شخص اخر قدامه بيقوم بحركه معينه وبيقلد الحركه دي بالظبط. بيقلد نعم؟ يعني لا ارادي يقلدها. اه طبعا لا ارادي، involuntary uncontrollable and repeated imitation of movement of others. عارفين الشخص اللي عنده ايكوبراكسيا انا هشيله واحط مكانه المرايه. مرآة، أنا وأنا قاعدة قدام المرآة بعمل حركة معينة، بظبط لبسي، بظبط شالي، أياً كان بعمل حركة في المرآة. أنا بشوف إيه؟ الحركة اللي أنا بعملها بالظبط، صح كده ولا في عليها تغيير؟ نفسه طبعاً، نفس الحركة، صح كده؟ أهو بالظبط بدل المرآة الشخص اللي عنده إيكوبراكسي، عشان أوصلها بدل المرآة اللي أنا بستخدمها علشان أشوف نفسي وأنا بعمل حركة معينة، ده بيكون الشخص اللي عنده إيه؟ إيكوبراكسيا، ده صدى الحركة. كاتاتونيا. الكاتاتونيا دي معناها عيوب حركية أو عيوب في الحركة. موتور أنوملس، تمام؟ عيوب في الحركة. بس إن نون أورجانيك ديس أوردر، في اضطرابات غير عضوية. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي أو المريض اللي عنده كاتاتونيا هو ما عندهوش مرض عضوي. ما عندهوش مرض عضوي، هو عنده تحديدا الكاتاتونيا بتحصل لدى مرضى الكاتاتونيك اسكيزوفرينيا، الفصام التخشبي. هذا النوع من الاسكيزوفرينيا او الشيزوفرينيا ما يميزه اللي هو بين قوسين ما يعرف به البروميننت او البريدوميننت مانفستيشن، اللي هي الايه؟ الاعراض البارزه، تمام؟ ما يميز مريض الكاتاتونيك سكيزوفرينيا وجود الكاتاتونيا، مشكلات الحركة. طب إيه هي بقى العيوب الحركية أو إيه هي العيوب في الحركة؟ هو بتتمثل في عدة مشكلات أو بتتضمن التالي. الكاتاتونيا بتتضمن الكاتاليبسي. في معلش بعض المصطلحات ملهاش ترجمة بالعربي لكن بنوصف إيه المقصود بيها. خلاص؟ في بعض المصطلحات عندي هنا ملهاش ترجمة بالعربي، ترجمة حرفية، ولكن في توضيح لمعناها. يعني ايه كاتاليبسي؟ يبقى الكاتاليبسي تندرج تحت الايه؟ الكاتاتونيا.
يبقى الكاتاتونيا اللي هي عيوب الحركة اللي موجودة في حالات النون أورجانيك ديس أوردر اللي هو بين قوسين الكاتاتونيك سكيزوفرينيا. الكاتاتونيا دي بتشتمل على إيه؟ الكاتاليبسي. طب إيه بقى قصة الكاتاليبسي؟ الكاتاليبسي نعم زي اللي بتجمدوا مكانهم الدكتورة صح؟ هنتكلم فيها لان في حاجات تانية قريبه يعني في امور قريبه لبعض، بس خلينا نوضح الكاتاليبسي وبعدين نشوف. هي حاله من الايموبيليتي اللي هو ايه، الشخص واخد بوزيشن معين ايموبايل بوزيشن ذات از كونستانتلي مينتيند. يعني ايه؟ يعني المريض واخد وضعيه تمام وساكن عليها. يعني ايه ساكن عليها؟ يعني ما بيغيرهاش، يعني ما بيغيرش الوضعية دي، constantly maintained يعني محافظ على هذه الوضعية. طيب الشخص لما يبقى بالشكل ده واخد position معين وثابت عليه، هنا في ذهني يشبه ايه؟ human sculpture زي التمثال. Are patients who freeze in any posture and position that they are placed no matter how painful and unusual. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تاني الكاتاليبسي المريض واخد وضعية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الوضعية هي بينفل ولا لأ، يوجوال ولا لأ. يعني المريض ممكن يبقى واخد وضعية والوضعية دي مؤلمة، الوضعية دي مؤلمة ويفضل مستمر عليها، أو واخد وضعية والوضعية دي غير معتاد عليها وبرضو يفضل مستمر عليها. طب يعني إيه وضعية مؤلمة؟ ممكن تكون زي إيه؟ لو نفتكر مع بعض زمان كده لما في يعني احنا من الجيل اللي في المدارس اتعرض لفكرة ايه؟ عقاب بعض المدرسين لتأثير الطالب في الواجب او على الالتزام بالواجب، ان هو يعاقبه يخليه مش يرفع ايد او يرفع ايديه الاثنين لفوق، وده نوع من التذنيب او التعذيب. تخيل كده لو رفعت ايد الواحدة او ايديك الاثنين لفوق هتقدر تستحملها لغاية قد ايه من الزمن؟ هتقدر تستحمل تفضل في الوضع او واقف ومعلق رجلي، يعني واقف على رجله والرجل الثانيه تانيها ومعلقه على الهواء، تقدر تستحمل الوضعيه دي لقد ايه؟ مش كتير. يعني مش كتير ليه؟ لان انا بتوجع اصلا يعني غير لان هي معلش لتغيرات معينه بتحصل ان اتجاه البلاد فلو عكس الجرافيتي، فالوضعيه دي في النهايه هتبقى بينفل بين قوسين مؤلمه، فمش هتقدر. عشان كده كانت تستخدم كطريقه للعقاب، ان انت لما تتعلم يعني هتبطل ايه تاثر في وجهك تمام. فالوضعيه دي طيب يعني ايه بقى وضعيه unusual غير معتاده؟ طيب احنا المعتاد بالنسبه لنا ايه؟ هل احنا عارفين كلنا كويس قوي الاوضاع، يا اما واقفين يا قاعدين يا نايمين، ان هي الاوضاع المعتاده. طب ايه اللي غير معتاد؟ على سبيل المثال احنا لما بنقف في العاده رجلينا هي اللي على الارض وراسنا لفوق، صح كده؟ تمام. في حد بيقف بطريقه تانية غير كده؟ غير بقى بتوع السيرك والأكروبات لما بيقعدوا يعملوا حركات الشقلبازات بتاعتهم يبقى راسه اللي تحت ورجله اللي فوق، صح ولا لا؟ صحيح. صح. طيب حلو، يبقى الوضعية الغير معتادة بالنسبة لنا اني الاقي المريض في مكانه واقف ولكن هو راسه اللي تحت ورجله اللي فوق، او دي وضعية unusual لفت نظري ان هي ايه؟ غير معتادة. فاذا تاني نرجع لتفسير الكاتاليبسي، هي تندرج تحت الكاتاتونيا اللي هي المقصود بها موتور انوميليس ان نون اورجانيك ديس اوردر. الكاتاليبسي بتعني ان المريض بياخد بوزيشن وبيفضل مستمر عليها بغض النظر عن ما اذا كان هذا البوزيشن هو بينفول ولا لا ويوجوال ولا لا. بالظبط المريض بيكون في حالة فريزينج. فريزينج يعني ايه؟ حالة تجمد. حالة تجمد تمام. انا هقف بيكم عند كده علشان اراجع بس سريعا قائمة الحضور معايا. اي سؤال او استفسار؟ طيب معانا دياب. دكتور احمد سعود موجود. ايمان، يا ايمان، ايمان رحتي فين يا ايمان؟ فدوى فاتن موجودة. طيب هبة موجودة. محمود خليل، وسام
إلهام وأميمة. إلهام موجودة. وأميمة وتسنيم. رائد سليمان فادي. رائد سليمان فادي. مروج ونور. نعم نعم ماشي حبيبتي. حد تاني ما